نروح بقى مع حضراتكم دلوقتي على مقر جريدة اليوم السابع مع مراسلتنا نورهان طمان اللي هنتابع معاها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع، وبالمناسبة من أهمهم يعني خبر كمان جاء على لسان صحيفة اليوم السابع ليه علاقة بالأجواء الموجودة في جنوب أفريقيا وبريتوريا. يا صباح الفل عليك يا نورهان وكل سنة وانت طيبة. يا صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع زي ما عودناكم هنطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وزي ما قلت يا كريم معانا من أول أخبارنا من موقع اليوم السابع عن الأجواء في جنوب أفريقيا أو الأجواء اللي تنتظر النادي الأهلي، اللي هو طبعا زي ما احنا عارفين يمكن بعثة النادي الأهلي وصلت النهاردة صباح اليوم جوهانسبرغ. من اليوم السابع سفير مصر بجنوب أفريقيا، الأجواء رائعة وجماهير سان داونز محبطة من نتيجة الذهاب. أكد أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب أفريقيا أن الأجواء في جنوب أفريقيا رائعة وتنتظر طبعا قدوم يعني الفريق الأول للنادي الأهلي بفارغ الصبر. طبعا زي ما احنا عارفين المباراة الأولى كانت انتهت بفوز النادي الأهلي بهدفين دون رد على استاد الأهلي والسلام. يمكن سفير مصر في جنوب أفريقيا قال أن صحف جنوب أفريقيا بعد المباراة الأولى كانت محبطة جدا من النتيجة، ولكن كان في بعض التقارير اللي كانت بتشير إلى إمكانية العودة مرة أخرى لطبعا يعني التعويض مرة أخرى على ملعب سان داونز. ومن موقع اليوم السابع أيضا منتخب اليد يتجه لمعسكر الغردقة استعدادا لأولمبياد طوكيو. يتجه ظهر اليوم يعني طبعا قائمة منتخب مصر لكرة اليد اللي إن شاء الله هتخوض فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 لمعسكر مغلق في الغردقة هيمتد لمدة أسبوعين. القائمة هتضمت 21 لاعب بدون المحترفين، وعلى رأسهم طبعا لاعبو النادي الأهلي محمد عصام الطيار، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، إبراهيم المصري، عمر سامي، عمر كاستيلو، محسن رمضان، عبد الرحمن فيصل، أحمد هشام سيسا. ومن موقع أخبار اليوم بقى نروح لأخبارنا العالمية. من موقع أخبار اليوم تشيلسي يستضيف ليستر سيتي في لقاء الثأر، ومان سيتي يستدرج برايتون. النهارده أربع مباريات في الجولة قبل الأخيرة في بطولة الدوري الإنجليزي، وأهمهم ليستر سيتي وتشيلسي اللي هتقام إن شاء الله الساعة 9:15، واللي هتكون بتحدد بصورة كبيرة الأربع فرق اللي هتشارك إن شاء الله في النسخة القادمة لدوري أبطال أوروبا. كمان طبعا في ثلاث مباريات أخرى، مانشستر يونايتد هيواجه فولهام الساعة 7 مساء، وساوثهامبتون هيواجه ليدز يونايتد الساعة 7 مساء أيضا، ومانشستر سيتي هيواجه برايتون الساعة 8 مساء. وآخر أخبارنا من موقع الجمهورية بالأسماء أعلى 50 نادي على مستوى العالم. كشفت دراسة حديثة عن أعلى 50 نادي على مستوى العالم من حيث قيمة العلامة التجارية لهذه الأندية، وجاء ريال مدريد الأسباني في صدارة القائمة للعام الثالث على التوالي. خلينا نقول لحضراتكم يمكن التوب 5 لهذه القائمة. ريال مدريد مليار و276 مليون يورو، وفي المركز الثاني برشلونة مليار و266 مليون يورو، مانشستر يونايتد مليار و130 مليون يورو، ومانشستر سيتي مليار و118 مليون يورو، واخيرا بايرن ميونخ مليار و68 مليون يورو. دي كانت ابرز اخبارنا هنا من موقع وجريده اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعوده الى الاستوديو. نورهان طرطشت في وشنا كميه مليارات غير طبيعيه. نورهان بنشكرك جزيل الشكر على وجودك معانا، ميرسي جدا ليكي.